اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، هي واحد من النجوم الكبار اللي تمتع حضراتكم طبعا اتبسطتوا بيهم لفتره طويله جدا في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن احمد صديق. ازيك يا صديق؟ ازيك يا كابتن؟ منور ومشرف وسعيد جدا بتواجدك معايا النهارده. انا سعيد جدا بوجودي معاك النهارده، وسعيد كمان ان احنا بقالنا فتره يمكن ما بنتقابلناش كتير. فسعيد بوجودي وببارك لك طبعا على البرنامج والتجديد اللي موجوده فيه، والتوفيق دايما ان شاء الله كده. الله يخليك يا صديق. يعني في البدايه يعني اولا طبعا سعداء جدا بكل ردود افعال حضراتكم على التقرير اللي عاملينه من اسكندريه، اسكندريه واهلها وجدعانه اهل اسكندريه الحقيقه، وجدعانه كل اهل مصر الحقيقه، وقد ايه هم بيحبوا فريقهم وقد ايه هم بيقفوا ورا فريقهم. فبشكركم جدا على كل ردود الافعال اللي جايه لي، بشكركم عليها جدا جدا، وهنظل نستمر. حتى صديقي بيقول لي يعني كمل بقى في الموضوع ده، ان شاء الله نكمل مع حضراتكم الفتره اللي جايه على طول، ونروح بقى كل محافظه كده والاهلاويه الكبار اللي موجودين في كل حته. يعني صديقي اولا طبعا الف مبروك امبارح على تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه في ظل ظروف صعبه. يعني في النهايه انت بتلعب الترجي، واحد من اهم واعظم واكبر الفرق في افريقيا، وقدرت تكسب 4-0، اعتقد نتيجه جيده. طبعا في البدايه ببارك لحضرتك وببارك لمجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين. يمكن احنا متعودنا يا كابتن وحضرتك عارف ما بنفرحش قوي، لسه عندنا المباراه النهائيه وده الاهم. طبيعي جدا ان الاهلي يبقى في النهائي، ده العادي، بل العادي الاكثر طبيعيه كمان ان شاء الله ان الاهلي يحقق البطوله. كلنا مستنيين كده، لكن بنفرح. كسبت فرقه كبيره زي الترجي، يمكن خلاص بقى ديربي افريقيا في الفتره الاخيره، اهلي وترجي نهائي او قبل نهائي. يمكن 3-4 سنين في الاخر بنلعبه بحوالي مرتين ثلاثه في النهائي، فده الطبيعي ان انت تكسب الترجي رايح جاي. كمان دي حاجه ايجابيه في ظل الظروف اللي حضرتك بتتكلم فيها، ظل غيابات واصابات وكورونا وبدون جمهور، كل دي حاجات بتاثر بالسلب على النادي الاهلي. لكن النادي عدى كل المرحله دي وعدى كل الظروف الصعبه دي، وقدر الحمد لله يبقى في الفاينل. نتمنى ان شاء الله في التوفيق، بالتوفيق باذن الله، بنفس التركيز، بنفس الحماس، بنفس الرجوله اللي احنا متعودين فيها على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني اللي انا يعني بقدم له تحيه بشكل كبير جدا. لان لو هتسالني هقول لك رقم واحد في المباراتين جهاز فني، بمعنى دار المباراتين بشكل كويس قوي، ذاكر فرقه الترجي بشكل كويس قوي. يمكن عارف يا كابتن ان اهلي وترجي بقى كتاب مفتوح للفرقتين، فالحاجات دي بتصعب المباراه جدا يا كابتن. وزي يمكن جبت تقرير للكابتن سيد عبد الحفيظ، قال كلمه عجبتني قوي، كان عندنا حاجه وعايزين ناخدها. انا واثق مكانك كده بالظبط. يعني انا واثق مش فكره انك تكسب، لا ما كانش المكسب بس، انك تكسب بالاداء ده وبالنتيجه الكبيره دي، انك تكسب في قلب النهائي يعتبر 4-0، تكسب بره ملعبك 1-0 وعملك 3-0. فشايف ان كل دي حاجات ايجابيات. بص يا كابتن هقول لحضرتك حاجه، يمكن انا كل ما ببقى موجود في اي برنامج او حاجه بقولها، اللعيبه التصريحات اللي خرجت من اللعيبه في كاس العالم للانديه، مش هقول لك بقى بعد البطوله بعد ما كسبوا، في كاس العالم للانديه بتقول ان شاء الله ان احنا هناخد البطوله دي. كل اللعيبه كل تصريحاتهم سواء لعيبه وجهاز فني عايزين نبقى موجودين هنا تاني. اللعيبه دي اول مره تلعب في كاس عالم انديه، اكيد شافوا الاختلاف، شافوا ان فعلا كاس عالم مش فكره حاجه شرفيه زي ما الناس كانت بتتكلم. لعبت كام كاس عالم؟ ثلاثة صح؟ لعبت ثلاثة الحمد لله. لا يعني انا بتكلم عشان يعني اللي بيتكلم ده عارف هو كويس قوي بيتكلم عن ايه. طبعا حاجة كبيرة كانت حضرتك شفت، والموضوع مختلف فعلا. لا لا يعني الموضوع حاجة... كاس عالم بجد، مش يعني الناس كانت بتشوف او بتتكلم ان حاجة شرفية ان يعني بطل افريقيا وبطل اوروبا بيروحوا حاجة لا الموضوع مش كده خالص. في حماس وفي منافسه وفي اجواء بتحس كاس عالم مصغر. فكل التصريحات اللي كانت موجوده من اللعيبه بعد محقق البرونزيه في قطر، كل التصريحات عايزين نبقى موجودين هنا تاني. فالتركيز كان من اول يوم ده، مش من اول يوم تبدا البطوله، من اول يوم خلصوا كاس عالم للانديه. طيب بالنسبه لك انت شفت المباراه، ان انت تكسب المباراه اول، خلينا نتكلم عن مباراه امبارح. اول 30 دقيقه الترجي هو تحس ان طبيعي تحس ان هو افضل، ولكن في النهايه مفيش حاجه خطر على المرمى. طبيعي يا كابتن تتكلم فرقه خسرانه اول مباراه، طبيعي جدا يبقى ليهم شكل وانت بتحاول تحافظ، ولكن المباراه النهائيه يا كابتن زي ما بنقول كتير جدا تكسب ولا تلعب. زي ما بقول لك احنا عملنا الاثنين امبارح. لما بتتكلم في نص ساعه يعني تلت المباراه، طيب التلتين التانيين انت عملت فيهم، كنت الافضل استحواذا واداء ونتيجه. برافو عليك. يعني انا بستغرب دايما من الناس دي، من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، دايما يتكلم يقول لك ايه ما اصل الترجي كان افضل. طب يا جماعه يعني طب اللي انت في الاخر يعني انت كنت افضل 90 دقيقه في تونس. لا وكنت افضل في 60 دقيقه. انا بكلم حضرتك كده، انت كنت افضل في 90 دقيقه في تونس، وبعدين يا كابتن انت بتتكلم في شوطين. يعني 90 دقيقه في تونس 90 دقيقه في القاهره، ده 90 دقيقه شوط وشوط. فانت
تتكلم في ان انت شوطين افضل اداء ونتيجه وتكسب الترجي 3 على ملعبك. شوطين الا شويه مفيش مشكله. يعني يا كابتن ده طبيعي، ده اقل من الطبيعي. بالعكس انت ممكن تبقى بتلعب وكسبان واحد وبتامن وبتخاف وتدافع، لكن انت ما عملتش كده. لكن المباراه مش معاك في اول تلت ساعه ولا في مشكله خالص. ركله الجزاء رايك فيها ايه؟ ضرب الجزاء طبعا ما فيهاش كلام، وطرد ما فيهوش، يعني كنت شايف حضرتك في بدايه البرنامج وتتكلم ان حد بيتكلم ان ضربه الجزاء او الطرد او ده، ما يعني ده وانت مغمض كده ضربه جزاء وطرد. حاجه كانت غريبه جدا يعني، انا فوجئت ان هو راجع للفار. انا استغربت كده. الطبيعي انا من نفسي من غير ما ارجع للفار ضربه جزاء وطرد، ما فيهاش يعني اتكلم عرقله وشد وعرقله من الخلف ورايح يجيب جون وما فيش حد، ضربه جزاء وطرد. فمش عارف الناس بتتكلم في حاجه زي كده ازاي، وخصوصا ان ضربه الجزاء دي هي اللي غيرت المباراه. طبيعي جدا يا كابتن، طب ليه ما نتكلمش على الحاجات اللي حصلت معانا احنا قبل كده في البطولات اللي قبل كده؟ أيوة. انت مع الترجي بالفعل خسران تقريبا في 2012 تقريبا او 11 الرابو بايده. المباراه بتاعه الثلاثه اللي برده في 2017 تقريبا او 18 ما حدث قبل المباراه كتير جدا كتير جدا. احنا هنا في القاهره خسرانين نهائي مع النجم حاكم العرجون في 2007. لا كان ماتش لا تتكلم في شواهد كتير جدا، لكن انت لا، انت ضربه جزاء ما فيهاش اي كلام، طرد ما فيهوش اي مجامله ولا اي حاجه، بالعكس انت خدت حقك، وده الطبيعي انك التحكيم يبقى يدي الحق. البعض اللي اتكلم في هذا الموضوع وقال لك ايه؟ قال لك اصل يعني الهزيمه كانت قاسيه شويه على الترجي، ولكن ما هو الهزيمه كانت قاسيه برضو على النادي الاهلي على رايك، لما بايد انرام ولما الكره اتلعبت بالعرض وحطت كده واضحه وضوح الشمس، يعني دي محتاجه كلام طبعا ما فيهاش. يعني على رايك في 2007 البطوله كانت الثالثه على التوالي بالزبط. للنادي الاهلي والوصول وكنا الاحق بيها وكنا الافضل، وتعادلنا هناك 0-0 في الماتش الاول وخلينا خسرنا بالظبط، وجينا خسرنا هنا بالحكم، ما خسرناش باي حاجه تاني. بالعكس كنا متسادين المباراه بالكامل لولا الحكم العرجون، يمكن كان كلام الموضوع كان واضح جدا النحاس. جدا يعني طرد عماد النحاس، اعتقد طرد عماد النحاس وضرب الجزاء لاحمد شديد، ضربتين جزاء لاحمد شديد، ضربتين جزاء لاحمد شديد، واحنا لسه كمان كنا متعادلين. يعني كنت تكسب مفيش مشكله خالص يعني. فبالعكس انا شايف ان الحكم ادار الموقف ده بالاخص بشكل بحياديه واضحه جدا يعني. ولكن في النهايه انت صعدت للدور النهائي، عندك ثلاث او اربع مباريات المفروض يعني على حسب الجدول، واحد واربعه وسبعه في الدوري خلال الفتره القادمه، لو المباراه اتلعبت يوم 17 يعني، فالمباراه النهائيه ان شاء الله. فمن وجهه نظرك الاربع مباريات القادمه الاهلي هيفكر فيهم ازاي، او الجهاز الفني هيفكر فيهم ازاي في الدوري العام بقى؟ انت انتقلت دلوقتي من البطوله الافريقيه للدوري العام، وهنا عليك ضغط وهنا عليك ضغط. هنا لازم تكسب وهنا لازم تكسب. ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، تكسب المباراه بتفكر في اللي بعدها في نفس اليوم. يمكن تقريبا النهارده كان في تمرين بعد المباراه امبارح، النهارده كان في تمرين الصبح، ده الطبيعي يعني، او بمعنى صح عشان كده كابتن البطولات ما بتجيش. يعني الناس اللي بتقول الاهلي بيكسب في الدقيقه 90 ليه؟ مش عشان بلعب كويس بس، لا، في نظام، في تركيز، في ان انا خلاص وفي حظ لا ياتي الا للمجتهدين. هو ده اللي بتكلم فيه يا كابتن، انا مش بكسب 90 دي عشان بكويس بس، لا، عشان باخد بالاسباب في كل حاجه. طبيعي جدا لو انا اي حد كسبان امبارح الترجي 3 فقبل نهائي افريقيا هاجي النهارده ادي راحه والناس اللعيبه تفرح، لا، النادي الاهلي عمل العكس تماما اللي هو الطبيعي، قفل على لعيبته تقريبا، حظ الاعلامي ما فيش، تمرين النهارده الصبح بيركز في الدوري. كنا عاملين مفاجآت والله، لكن طبيعي انا لكن يلا معلش ان شاء الله كابتن. لا لا ما عنديش مشكله ان شاء الله يعني. طالما كابتن سيد خد قرار بحظر اعلامي ده يبقى رائع جدا، ما عندناش مشكله، احنا بالعكس احنا دايما كلنا بندعم بالظبط، كلنا بالعكس كلنا بندعم ان احنا ان شاء الله نفرح في النهايه باذن الله. بعد النهائي كل لعيبه تبقى عندك بالجهاز الفني، مش هيبقى فيه مشكله خالص يعني. طبعا طبعا، فاكيد طبعا. اكيد الجهاز الفني قفل على اللعيبه بشكل كويس قوي من النهارده، ما كانش من امبارح، كمان بعد المباراه مباشره في تمرين النهارده تقريبا، في بكره راحه طبيعيه للاستشفاء، مش عشان افرح ولا لا، بالعكس عشان ده من ضمن الشغل او الجدول التدريبي ان يبقى في راحه بكره باذن الله. أيوه. اكيد بيفكروا في الدوري، عندهم ثلاث مباريات مضغوطين جدا جدا، واكيد برده مركزين في الدوري. تعرف ده طبيعي النادي الاهلي انه خلاص مركز في كل البطولات. أيوة. قفل افريقيا هيركز في الدوري لحد ما يجي النهائي، يبدا يحضر للنهائي ان شاء الله. من وجهه نظرك ان يعني انا ما اعرفش، انا دي وجهه نظري انا بعيدا عن النادي بعيدا عن اي حد، انا من وجهه نظري ان يجب ان يتم تاجيل مباراه يوم 11، وجهه نظري انا، لو المباراه هتتلعب يوم 17. انا لو رئيس الاتحاد او مسؤول في اتحاد كره القدم المفروض هبعت جواب للنادي الاهلي اقول له يا جماعه انتوا بتمثلوا مصر وعايزينكم تكسبوا البطوله الافريقيه، فهنأجل لكم ماتش يوم 11 ده، ويعني بعد كده نبقى نضغطكم كل ثلاث ايام ولا حاجه. ايه رايك في هذا الموضوع؟ انا شايف دي اقل حاجه تتعمل للنادي الاهلي. اه لانه بيمثل مصر زي ما حضرتك قلت، وده الطبيعي.
بالعكس كل الفرق بتركز ومحتاجه ان انا راحه، غير ان انا مضغوط. بص يا كابتن، لو الجدول ماشي كل اسبوع ماتش او حتى ماتشين في الاسبوع، اقول لك العب يوم 11 مفيش مشكله، لكن انت بتتكلم هتلعب في الاسبوع ده 3 مباريات وتيجي تلعب يوم 11 وبعد كده سفر عشان تلعب نهائي افريقيا، لا طبعا. انا اتمنى النتيجه زي ما حضرتك قلت، النتيجه حاجه استباقيه من اتحاد الكوره ان هو اللي يقول من نفسه بالزبط. ما يستناش لما النادي الاهلي يطلب كده، بالعكس احنا كلنا لو نادي الزمالك هنقول نتمنى نادي الزمالك ياخد بطوله افريقيا في النهائي، لو نادي الاسماعيلي هنقول كده، كلنا هنبقى واقفين في دور. طب ده النادي الاهلي. وبالمناسبه النهارده طبعا نادي بيراميدز خرج من الرجاء بركلات الترجيح الحقيقه في المباراه اللي انتهت منذ لحظات قليله، وخروج الحقيقه ممثل مصر الثاني في البطوله في البطوله الافريقيه ولكن في الكونفدراليه، وتاهل الرجاء الى المباراه النهائيه. فزي ما بقول لحضرتك كده، الطبيعي جدا اي فرقه بتمثل مصر طبيعي جدا كلنا ندعمها، برضو حتى هنتقل برضو لموضوع المنتخب الاولمبي او قصه المنتخب الاولمبي، حضرتك برضو اتكلمت فيها في بدايه الحلقه، لازم يكون في توازن طبعا، مهم جدا مهم جدا. الناس عملتها مشكله من لا مشكله، لا طبعا ما هو الاهلي بيمثل مصر يا جماعه، على فكره المنتخب الاولمبي طبعا بيمثل مصر، ولكن ما هو الاهلي برضو، هو الاهلي رايح يلعب باسم بلد ثانيه، ما رايح يلعب باسم مصر. ومعلش بيبقى حاجه كويسه جدا بترفع علم مصر في كاس عالم انديه طبعا مع فرق كبيره جدا، فرق اوروبا وامريكا الجنوبيه، يعني الموضوع مش 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 نادي الاهلي بس، تتكلم في مصر فعلا، لانه شرف لاي مصري انه يلاقي النادي الاهلي بيلعب في كاس عالم انديه مع كبار الفرق في العالم. فاتمنى ان شاء الله ان الخطوه دي تيجي بشكل استباقي من اتحاد الكوره، ان هو يقدر يظبط الجدول بحيث ان الاهلي يبقى عنده راحه كويسه، ما يبصش ان انا هلعب يوم 11 فعندي 6 ايام، يبص انا قبلها مضغوط ازاي يا كابتن. صح، يعني انا لو اتكلم انا كلاعب انا ببص على، عشان كده انا بسالك يعني طبعا لا طبعا كتير، 1 و4 و7 و11 وبعد كده اسافر والعب نهائي افريقيا، لا صعب جدا. زي ما اقول لحضرتك لو انا هلعب يوم 1 ويوم 4 مثلا او يوم 5 ويوم 11 اقول لك العب مفيش مشكله، لكن انك تبقى مضغوط 3 ماتشات ورا بعض بالشكل ده وتيجي تسافر بعد يوم 11 فصعب جدا يعني. بيؤثر اعتقد ده سلبيا على اللاعبين. طبعا يا كابتن اكيد كلنا شفنا الراحه الست ايام، ويمكن ناس كتيره جدا استغربت يعني ايه مثلا مستر مسواني يدي راحه سلبيه 6 ايام. مظبوط، قبل مباراه مهمه، بالعكس شفنا الناتج بتاعها بشكل كويس قوي، اداء واللعيبه خلاص حتى الحمل البدني اللعيبه عندها انها مخزون بدني تقدر اطلعه. ضغط المباراه ده يا كابتن مش محتاج تمرين وحضرتك عارف، محتاج ان انا ارتاح كويس. فاكيد انت ترتاح كويس وانت تعمل استشفاء كويس. بالظبط، ما هو ان انا الاستشفاء ده هو ده الطبيعي، عشان كده بقول بكره في راحه سلبيه، ده استشفاء جزء من البرنامج التدريبي اللي اكيد حاطه المدير الفني. طيب من وجهه نظرك برضو وجود اكرم توفيق في الباك رايت، وده كان المكان المفضل ليك والمحبب ليك، وعملت لنا جوان كتيره جدا من هذا المكان، الكل طبعا يتعلم منك يا كابتن طبعا يعني. ربنا يخليك. طبعا يعني الكل يتذكر طبعا الهدفين بتوع نهائي كاس مصر، والهدف الاولاني عملته لاسامه والثاني عملته لاسامه برضه، اسامه اللي جاب الجونين وكسبنا 4-3 المباراه التاريخيه دي اعتقد. ف شايف اكرم ازاي في هذا المكان؟ انا شايفه ادي بشكل كويس جدا جدا، ان اللعيب مش مركزه الاساسي واتحط في مباراه قبل نهائي مباراه كبيره ويؤدي بالشكل ده، فعنده امكانيات لا يقلل ابدا من محمد هاني، بالعكس. أيوة محمد هاني عليك كابتن، احنا قاعد شفت الفتره دي ايه يا صديق، ان الناس كلها رايحه اصل اكرم يلعب ما هو محمد، لا يا جماعه ايه المشكله ما يبقى عندك احمد صديق واحمد عادل ومحمد عبد الله كابتن، ده اللي كنت لسه اقول لحضرتك، احنا جه وقت كنت حضرتك موجود وانا موجود ومحمد عبد الله موجود، وبعد كده جه احمد عادل بقى موجود اربعه، وبركات كان بيلعب بكره، بركات ساعات كان بيلعب صح، فده بالعكس ده كل ده من صالح الفرقه، خمسه هم بسم الله ما شاء الله يعني اي حد فيهم ما شاء الله يشيل فرقه لوحده. ايوه فده الطبيعي، بالعكس ده الطبيعي، في 1 و2 و3 في كل مركز يادوا بشكل كويس جدا، ده من صالح الفرقه. مين اللي يختار بقى؟ المدير الفني، دي بتاعته المدير خلاص الفني بتاعته يختار. وبعدين مهاني لما يلعب يادوا بشكل كويس، كلنا تغنينا بمحمد هاني في كاس عالم الانديه. ايوه ده الطبيعي، كان بيلعب قدام مين بقى؟ يعني الناس بطوله كاس الامم الاوروبيه يعني الناس بتلعب دلوقتي، الناس مستغربه يعني. فده الطبيعي، بالعكس ده الطبيعي والشيء الايجابي، ان يبقى في كل مركز في كل الفرق الكبيره، مش هقول في النادي الاهلي بس، وبالاخص النادي الاهلي تلعب عندك في كل مركز لا يقل عن 2 و3 لعيبه مميزين جدا. أيوة. ده الطبيعي انك عندك محمد هاني وعندك اكرم وعندك بيكهام، ده الطبيعي جدا، ونتمنى كلهم يبقوا في اعلى مستواهم. عندك فراود ومحمد شريف وصلاح، صعب الموضوع يعني على المدير الفني، ولكن في النهايه المدير الفني عايز كده، بيحب كده، ده الطبيعي يا كابتن. انت حضرتك لو رجعت شويه بالذاكره مع مستر مانويل، يعني كان في ناس يعني تقول ازاي دول بيقعدوا احتياطي. صح، يعني انت كنت اي حد تقول لا ده لعيب منه يشيل فرقه لوحده. صح، لكن في النهايه بيبقى صالح الفرقه، صالح التيم، في اصابه، في غياب، في طرد، في ايقاف، في اي حاجه
اللعيب التاني جاهز ويلعب، ده الطبيعي في كل الفرق الكبيره. مظبوط. فانا مش شايف انها مشكله، بالعكس انا شايف انها حاجه ايجابيه. كلنا نبقى مبسوطين ان احنا عندنا محمد هاني وعندنا اكرم، ده حاجه تبقى كلنا نبقى مبسوطين بحاجه زي كده، لكن لا يقل محمد هاني ابدا. وفي نفس الوقت ندي الاكرم حقه في المباراتين، للامانه قدم بشكل كويس قوي، يمكن بيلعب الافضل اللعيبه فيهم اللي هو حمدي الهوني. وان يؤدي معاه بالشكل الايجابي ده هجوما ودفاعا بالشكل اللي انا مبسوط بيه جدا، لان اكرم من اللعيبه اللي الطبيعي انها تبقى موجوده في الملعب. يعني لكن مش هنقول حظه، لكن ان اللعيبه اللي في مركزه في نص الملعب بيأدوا بشكل كويس قوي، ممكن يكون جات له الفرصه انه يلعب بكره يتأدى فيها بشكل كويس قوي، فده اكيد. هذه هي كره القدم، هي دي الكوره، ده الطبيعي يا كابتن. بقولك ده الطبيعي. هرجع هطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اسال كابتن احمد صديق عن سؤال الصعب، تكمل باكرم ولا هاني؟ يعني برضو عندك سؤال صعب جدا، لانه وانا مصمم ان انا اتكلم مع احمد في هذه النقطه، لان كانت بتحصل معانا كتير يعني. احمد عنده خبره كبيره في هذا المكان، ويعني لما كان بيقعد حتى احتياطه ينزل دايما بيعمل اجوال. فالسؤال الصعب، هل يكمل باكرم ولا هاني، ولا وجهه نظر احمد صديق ايه؟ نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نسال كابتن احمد هذا السؤال الصعب. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى في البيت الكبير مع النجم أحمد صديق. كنت بسأله سؤال قبل الفاصل، مين يكمل، أكرم توفيق ولا محمد هاني؟ هو سؤال مش صعب خالص، بالعكس أي حد فيهم ما زنقتكش يعني؟ لا خالص. دي كورة. أي حد فيهم يلعب هيبقى كويس من وجهة نظري. أكيد يعني الجهاز الفني يبقى ليه وجهة نظر مختلفة عنا كلنا يعني كمحللين. أنا أسمع وجهة نظرك أنت. وجهة نظر أكيد اللي موجود دلوقتي اللي ماشي بشكل كويس أو اللي مكمل أو اللي رجله في الملعب زي ما بنقول، ممكن يكون أكرم أقرب شوية، لكن لو محمد هاني لعب ولا هيبقى فيه مشكلة خالص. بالعكس يعني بالعكس زي ما بتقول إحنا نبقى مبسوطين إن عندك واحد واثنين كويسين في كل مركز، ده طبيعي جدا. كان بيبقى عندنا مشكلة مثلا لما علي معلول يبقى مصاب مثلا، بيقول لي مين؟ أيمن، وحيد، مصاب. فبالعكس دلوقتي الحقيقه كمان قطاع الناشئين في النادي الاهلي عامل دور كبير جدا جدا، يعني كابتن حسام حسني بيعمل في برنامج الاشبال دايما بيورينا الامل القادم، والحقيقه الواحد بيبقى مبسوط جدا وهو قاعد بيتفرج على هذا البرنامج، لانه بيورينا ايه اللي ممكن يحصل. يعني شفنا احمد حسن كوكا موجود، شفنا العربي بدر دلوقتي بيلعب معار كتير، كان في اعراق كتير، شفنا احمد عبد القادر بيلعب شادي ورضوان ومعار وشكري تقريبا، وهتعد اسماء كتير. لو ربنا قدر وجيت القطاع دلوقتي هتبقى مبسوط صدقا، يعني لو جه قطاع ناشئين في النادي الاهلي دلوقتي تبقى مبسوط من اللي انت بتشوفه. اولا ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في لعيبه كتير جدا للفريق الاول باذن الله، او اعراض زي ما برده بيرجعوا بشكل افضل، بقى في سيستم موجود ان انت عايز تعمل لعيبه كويسه وبتعمل فرقه كويسه وفي نفس الوقت بتنافس. ايوه. فيمكن من السنه اللي فاتت مع كابتن خطيب في اول اجتماع لينا مع كابتن خطيب ولجنه التخطيط كل ده اتقال، يمكن الحمد لله يمكن شايف ان الكابتن خالد بيبو نفذ جزء كبير جدا جدا منه الموسم اللي فات. أيوه. كبدايه كان اول موسم لينا يبقى مدير قطاع الناشئين، مع طبعا في مدير فني تشيكي موجود معانا كسار مايكل، فكل الحاجات دي لا لو جيت النادي دلوقتي هتبقى مبسوط ان شاء الله. الفتره الجايه هتلاقي لعيبه كتير جدا تدعيمات للفريق الاول باذن الله. تدعيمات للفريق الاول والاعارات اللي بيرجع لنا تاني، اكرم اعاره بالمناسبه كتير يا كابتن السنه دي، احمد ياسر ريان، احمد عبد القادر، مجموعه كبيره جدا من المعارين ورجعوا، ناصر ماهر كان معار ورجع. ما هو ده اللي بكلم حضرتك فيه، الموضوع اختلف، ويمكن انا من وجهه نظري ان فكره الاعاره دي من افضل الحاجات اللي حصلت الفتره الاخيره. ليه؟ خلاص انت عندك لعيب يا يلعب يا يمشي، طب ليه؟ طب ايه المشكله اطلعه اعاره ياخد الخبره وياخد الثقه واشوفه لو هيناسبني ارجعه تاني، وده حصل كتير جدا مع لعيبه الفترات الاخيره. يمكن النادي الاهلي من اول الفرق او من اول الانديه اللي عملت الموضوع ده، كان هتلاقي عدد كبير جدا جدا موجود في تقريبا مش عايز اقول نص فرق الدوري، لكن عندك فرق لعيبه كتير جدا في فرق من الدوري بيقدم بشكل كويس جدا، وتقريبا زي ما احنا متابعين ان ممكن يرجع اربع خمس او لعيبه يرجعوا من الاعارات يبقى موجودين في النادي الاهلي السنه الجايه ان شاء الله. من وجهه نظرك مين اللاعبين الاكثر تطورا مع بيتسو موسيماني؟ ما هي في لعيبه ماشيه كويس قوي، يعني في لعيبه انا بستمتع وانا بتفرج عليها، يعني ما اقدرش اقول انهم تطوروا، لكن الفرقه ككل بقى ليها شكل. مش ما نقدرش ابدا نبخس بحق المديرين الفنيين اللي كانوا شغالين قبل كده طبعا، لا لكن طبعا. كل واحد ليه وجهه نظر، كل واحد ليه سيستم لعب. لكن في لعيبه بتادي بشكل كويس قوي، يعني من اكتر الناس اللي ما شاء الله يعني ربنا يبعد عنه الاصابه، قفشه مثلا لعيب ممتع دلوقتي بجد، يعني كل مصر او كل المتابعين للنادي الاهلي بيستنوا انه يبقى موجود في الملعب. صلاح محسن لما بينزل دلوقتي بقى ليه دور، اللعيب كان بعيد اعاره برضه ما كان بعيد بقى دلوقتي بقى ليه دور بقى ليه دور بشكل كبير جدا.
اكرم النهارده بتتكلم عليه كان بعيد بقاله فتره وكانش بيلعب، لكن لما لعب وبيلعب مباريات صعبه جدا بقى ليه دور، ودور مهم جدا وكل الناس بتتكلم عليه دلوقتي انه من افضل اللعيبه في الفرقه. قالوا ديانج يمكن كان بعيد مع مستر موسيماني في الاول، لكن دلوقتي بقى رقم واحد من افضل الناس اللي موجوده في الملعب. السولية، حمدي، يعني مش عايزين نتكلم، لكن طبعا لو هتتكلم بقى محمد شريف رقم واحد اللي تقدر تقول فعلا محمد شريف مستوى تطور جدا مع النادي الاهلي يعني من اعاره رجع بقى رقم واحد في هجوم النادي الاهلي، فده اللي تقدر تقول برضه تطور بشكل كبير جدا يعني. تمام. على الجانب الاخر من الناحيه الدفاعيه لما تيجي تبص على بدر بانون، وبدر بانون ممتع الحقيقه جدا يعني، ايمن اشرف بسم الله ما شاء الله، ياسر ابراهيم بسم الله ما شاء الله، رامي ربيعه بسم الله ما شاء الله، ولكن بقى عندك حد مختلف زي ما كان كابتن عماد النحاس موجود في الفرقه. لو ترجع بالذاكره شويه كان من اللعيبه اللي برضه تقول ايه ممتع وهو معاه كوره بدر ان هو بيلعب في ماتش لوحده يعني كان بيوقع على البنا شويه لكن بيلعب في ماتش لوحده يعني، ممكن حد جاي له لكن لعيب مختلف. بدر بانون نفس الكلام تتمتع بيه، هو بيقطع الكره بباص، مش فكره بقى ان انا مش مدافع انا مش برقص، لا، لكن ممكن الكره وهي جايه اقطع الكره بباص لواحد فاضي، بيبدا الكره من تحت بشكل كويس قوي. فعلا كنا فعلا محتاجين حد بالشكل ده بالمميزات دي يعني، احنا بالفرديات اللي موجوده عنده دي. الجيل اللي انت كنت تلعب فيه كان فيه عماد النحاس زي ما انت بتقول، لكن كان في وائل جمعه، شادي حاجه ثانيه، شادي محمد حاجه ثالثه، احمد السيد حاجه رابعه، يعني رامي عادل حاجه خامسه، مش عايزين ننسى حد. فكل واحد ليه جزء بيكمل، محمد سمير، كل الناس، كل واحد ليه جزء. يا كابتن انت فرقه جماعيه، انا عندي المهاره، حضرتك عندك القوه، عماد النحاس عنده، كل واحد في الاخر بتكمل الفرقه. عشان كده اكيد المدير الفني لما بيجي يحط تشكيله يا كابتن مش بحط كل الحريفه او كل الاقوياء بس او كل السرعه اللي هم عندهم السرعه بس، لا، حط السريع والقوه واللي بيبدا الكوره من تحت كويس، فاكيد كلنا بنكمل بعض. لكن بدر ما شاء الله يعني كان اختيار موفق جدا 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 يعني، انه يبقى موجود في النادي الاهلي. وبعدين عنده ميزه يا كابتن، ما تحسش انه بعيد عن الفرق، تحس انه بجد، ده مش كلام يعني، تحس انه بقاله فتره طويله جدا موجود في النادي. زي علي زي علي معلول، هو علي اللي مميزه يا كابتن، تحس انه واحد من جوه النادي بالقلب بالروح بالفنات اللي موجوده، لا، من ابناء النادي الاهلي. ودور محمد الشناوي اعتقد واضح للجميع، مش محتاجين نتكلم عليه ما شاء الله يعني. يعني الشناوي كان معانا في الناشئين يا كابتن، حضرتك تفتكر طلع معانا في الناشئين، لما بعد شويه او راح اكتر من فرقه ونرجع بالقوه دي، يبقى عنده الاصرار والعزيمه ان ارجع اكون رقم واحد مش في النادي الاهلي بس، لا، في مصر وفي افريقيا، فدي حاجه تحسب له، ان انا عندي الاصرار ان انا اكون رقم واحد في مصر وفي افريقيا. ف يعني مش هندي له حقه لو اتكلمنا عن الشناوي، لان الشناوي كمان يا كابتن اتفضل، مش اداء بس ولا فنيا بس، قياده زي ما حضرتك بتقول. طيب لو جينا نروح على الجانب الاخر، من حتى من منك انت، من احمد صديق اللاعب السابق وكذا، ولكن انت مدير فني دلوقتي ومسؤول عن فريق، فمن وجهه نظرك هل بتشوف ان طريقه بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي بتعجب الناس او عاجبه الناس او مناسبه للنادي الاهلي؟ بلاش بتعجب الناس، لا، بص يا كابتن، دي كوره، مش هتلاقي كل الناس متفقين على اي مدير فني ولا على لعيب، ده طبيعي جدا في الكوره، لكن الراجل نتائج عامل نتائج ولا اروع، محدش يقدر يتكلم عليه. بتتكلم من يوم ما جاء نتائج وبطولات، وده اللي يحصل في الاخر يا كابتن. ممكن الاداء شويه احنا حابين النادي الاهلي يبقى النواحي الهجوميه اكتر من كده مثلا، ان انت تكسب كل الماتشات، ده طبيعي ان انت عايز كده. لكن هو اكيد شغال على الفرقه بشكل كويس قوي، هو شكله كمان يا كابتن من النوعيه اللي بيتعامل نفسيا كويس قوي، وبيقرا الفرق المنافسه بشكل كبير جدا، ودي من اكتر الحاجات اللي مساعداه. لكن في النهايه يا كابتن النتائج ما شاء الله كويسه جدا، مساعداه ان احنا نقول انه كان اختيار موفق جدا جدا مجلس الاداره، اللي اكيد في البدايه كل الناس اعترضت، ازاي نجيب حد يمكن اول مدير فني افريقي يكون موجود في النادي الاهلي، تجيب حد بالنوعيه دي وبالطبيعه دي، كل الناس اكيد اعترضت يعني، ناس كتير جدا اعترضت. لكن الحمد لله ان وجهه نظر مجلس الاداره او برئاسه كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط في النهايه طلعت هي الصح. احنا عندنا ميزه يا كابتن الحمد لله في مجلس الاداره بالاخص ولجنه التخطيط، كلهم لعيبه كوره. فدي برضو بتساعد كتير جدا الاختيارات بنسبه كبيره تبقى موفقه، بيبصوا انا لعيب كوره وعارف يعني ايه مدير فني بالمواصفات دي. عشان كده هتلاقي بفضل الله ان اختياراتهم بنسبه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللعيبه بتبقى موفقه. فالنتائج، لا، اقدر اقول انه مدير فني كبير جدا. يعني بتكلم في حد زي من يوم ما جه خسر مباراه او اتنين منهم بايرن ميونخ، فلا، نتائج ما فيش اجمل من كده. انت شايف التغييرات اللي بيعملها بيتسو موسيماني، تغييرات في الملعب يعني، مناسبه؟ اكيد كل ماتش له ظروفه يا كابتن. خلينا نتكلم عن ماتش الترجي مثلا. يعني ماتش الترجي وبالاخص الماتش اللي في تونس، انا من وجهه نظري ان التغيير ده غير كتير جدا من شكل المباراه ومن نتيجه المباراه. نزول قفشه، يعني نزول قفشه في التوقيت ده
غير شكل الفرقه ككل، وتيجي المباراه اللي هنا تبدا بيه برضو عمل شكل كبير جدا. يمكن هتلاقي ناس كتير مثلا معترضه انا ليه العب بثلاثه في نص الملعب، لكن لو بصيت على المباراه الاولى هتلاقي حمدي فتحي من افضل الناس في الملعب. مظبوط. والثانيه يعني فلا اكيد بيدرس اللعيبه كويس، درس الفرق المنافسه، وده الاهم يا كابتن. حضرتك في الكوره يا كابتن الشكل الجمالي مش هو كل حاجه. صح. لا انا عايز اكسب بطوله، عايز اكسب مباراه، انا ممكن النهارده اكسبها وانا بدافع، ايه المشكله؟ هدافع. ما عنديش اي مشكله خالص ان انا. المهم في النهايه البطوله هتتكتب باسم مين؟ ده في العالم كله. ولكن طبعا جمهور الاهلي مختلف شويه، ان هو بيحب الاستمتاع بفريقه يعني. ما هو ده اللي بتكلم فيه، وده هيجي. وليه بالعكس احنا هو مش بعيد الاستمتاع ده، يعني المتعه مش بعيده. بتتكلم على الشوط الثاني اداء ونتيجه ومتعه. في ماتشات كتير قوي كده، فاكيد مش كل الماتشات هتمشي بالشكل اللي الناس عايزاه ولا حبايه. والتغييرات اللي بتاعه امبارح تحديدا ما اعرفش، انا حسيت ان هي اكثر نفسيا يعني، بمعنى ودي حقيقه ودي برضو نقطه تحسب ليها يا كابتن. يعني حتى هي لو نفسيه ايه المشكله، انا كسبان مباراه. يعني الناس بتتكلم عن ان وليد سليمان بعيد، وان كهربا بعيد، وان مش عارف مين بعيد، مين تاني نزل، والناس اللي نزلت دي كلها بعيده، ام قايل لهم طب اتفضلوا. ماشي يا كابتن، ورامي. بالعكس ودي حاجه ايجابيه، يعني دي حاجه تحسب للمدير الفني، ان انا بكسب كل اللعيب. انا عندي مباراه في الدوري، طب ايه المشكله ان انا النهارده كسبت؟ حسين الشحات نزل وجاب جون، كهربا نزل وكان كويس، كان ممكن يجيب جون. ايه المشكله ان اكسب كل الناس؟ وليد سليمان من اللعيبه الكبيره جدا، للطبيعي لو هتسال اي حد يقول لك الطبيعي مثلا وليد يكون في اللعيبه الاساسيه اللي موجوده، ولكن ليه دور موجود. فايه المشكله ان انا اكسب كل اللعيبه حتى لو نفسيا؟ يعني حتى ايه المشكله ان انا بجهز كل اللعيبه اللي عندي مباراه دوري، وعندي مباراه وعندي نهائي افريقيا. فبالعكس حتى لو هي نفسيه التغييرات المباراه بتاعت امبارح، فبرضه دي حاجه ايجابيه تحسب للجهاز الفني والمدير الفني. لما تيجي تبص للماتشات اللي بيلعبها بيتسو موسيماني، الماتشات الكبيره تحديدا قبل نهائي افريقيا، دور الثمانيه، المباريات الصعبه في الدوري العام المصري، بتحس ان المباريات انت كجمهور بتبقى قاعد مستريح ومطمن وكل حاجه. ولكن اعتقد ان موسيماني له يد كبيره جدا في هذا الموضوع، ان انت تبقى قاعد مستريح. اكيد، ما هو ده اللي بنتكلم فيه يا كابتن. عشان كده انا لو انا بدور ببص للبطوله مش هبص للاداء الفني قوي. بالعكس كل مباراه ليها ظروفها. احنا كنا مع مستر مانو يا كابتن اسلام، عندنا مباراه في افريقيا بره طول الاسبوع بس بتشتغل استحواذ بس. من غير يعني حضرتك فاكر كنا نشتغل استحواذ من غير مرمى. بتيجي في المباراه اللي بره بتعمل اداء بالشكل اللي يناسب المباراه دي. أيوه. واكيد من الحاجات اللي تحسب لمستر موسيماني هو ده. انت دلوقتي بتقعد اهم حاجه التوفيق في الاول والاخر، لكن انت قاعد مطمن ان على الاقل الكره في الاستحواذ الكره معاك 60 70% من وقت المباراه. فبنسبه كبيره انت مطمن، والاداء الهجومي بيجي حتى لو في شوط ثاني، حتى لو في مباراه ثانيه. ايه المشكله في النهايه؟ النتائج هي اللي بتحسب يا كابتن اسلام. من وجهه نظرك برضو ابرز الايجابيات اللي خرج بيها بيتسو موسيماني بعد تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه؟ ان انت خلاص بقيت انت طول عمرك رقم واحد في افريقيا، لكن مع احترامي الكامل لنادي الترجي نادي كبير جدا، فان انت بتحقق مكسب على فرقه كبيره زي نادي الترجي في مباراتين في قبل نهائي، يمكن دي ما حصلتش في الفتره الاخيره. لا السنه اللي فاتت حصلت الوداد. ماشي، بس بتتكلم كان النادي الاهلي انها حاجه ايجابيه تحسب ليك، تحسب للجهاز الفني بدون ما تتلقى اي اهداف. ان جهزت كل اللعيبه بشكل كويس قوي الحمد لله. يمكن من الحاجات الايجابيه اللي موجوده ان شاء الله يا رب الدين كده، عندنا في موضوع الاصابات ده الحمد لله يا رب كده ان شاء الله يفضل ماشي بشكل كويس، كل المصابين يرجعوا. انت بقى عندك اكبر عدد من اللعيبه كلهم مشاركين بنفسه في المنافسه موجودين، ده مكسب من ضمن المكاسب. بتتكلم على اربع خمس تغييرات المباراه اللي فاتت كلهم ممكن في مباراه الدوري يبداوا، مش هيبقى عندك تلاقيهم بيبداوا صح، مش هيبقى عندك مشكله. هو ده يا كابتن. بقول نفسيا انا مش برضي كابتن اسلام عشان انا بحبه، لا انا برضيه عشان انا محتاجه الماتش الجاي. اديله ربع ساعه في مباراه مهمه زي كده، لما اجي ابداه 90 دقيقه مباراه الدوري هلاقيه موجود وجاهز. طيب هنكمل كلامنا مع النجم كابتن احمد صديق، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن احمد، يعني لما تيجي تفكر بقى خلاص قفلت الافريقي، لما تيجي تبص على مباريات الدوري واولى المباريات بيراميدز، وبعده خصوصا بعد خسارته من في الدور قبل النهائي من دوري من الكونفدراليه، تفكر في المباراه دي ازاي يوم الخميس القادم؟ هو الموضوع كله صعب يا كابتن، ان انت بتدخل بطوله وانت بتاجل لك تقريبا حوالي 7 مباريات تقريبا، صح كده؟ 7 أو 8 تقريبا يعني. فالموضوع بيبقى صعب جدا، خصوصا انت داخل على ضغط كمان، يعني ضغط المباراه نفسه بيبقى صعب جدا. لكن البدايه هتبقى مباراه بيراميدز، اكيد النادي الاهلي هيبقى مركز فيها جدا لانها مباراه مهمه، خلاص بتمشي في كل الاتجاهات، قفلت افريقيا فاكيد بركز في الدوري، عايز تحقق بطوله الدوري، انها برضو بطوله مهمه جدا للجهاز الفني والمجلس الاداره والجمهور. ده طبيعي، ده العادي يعني، اقصد ده العادي في اي بطوله، انت طبيعي جدا تبقى رقم واحد فيها يعني. فمباراه صعبه،
خروج بيراميدز كمان النهارده بيصعب المباراه جدا، ده طبيعي جدا. وانت عارف مباراه الاهلي وبيراميدز كمان بقت من المباريات القويه جدا، نادي بيراميدز فرقه كبيره الطبيعي، وفي لعيبه عندهم لعيبه كويسه ولعيبه خبرات كمان. ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي في المباراه دي، لانها هتفرق معاه كتير جدا في المباراه اللي جايه في الدوري ان شاء الله. احمد، لو حبيت توجه رساله للاعيبه النادي الاهلي ولجمهوره خلال هذه الفتره تقول ايه؟ في البدايه طبعا ببارك لهم على الفتره الاخيره ككل، مش مباراه ترجي بس، ببارك لهم عليها. وعايز اقول لهم ان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، واي حد يكون موجود في النادي الاهلي ويلبس شيرت النادي الاهلي لازم يتعود على كده، يتعود على المكسب. ولازم يبقى عارفين ان جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش ان انا اكسب مباراه بس، لا لازم اكسب كل البطولات وكل المباريات. بتمنى لهم التوفيق والتركيز، وانا شايف ان هم الفتره الاخيره بجد فعلا في تركيز كبير جدا. يمكن انا حتى لما بيجي وقت بروح التمرين ولا حاجه بشوف تركيز كبير جدا في التمرين، بقى في حاجه موجوده حلوه للامانه، جاء الحاله نفسها. وده اللي عايز اقوله، يمكن كان في فترات قبل كده ما كنت بشوف الحاله دي. لا المنافسه بقت حلوه قوي في الفرق. كل الناس بقت موجوده، كل الناس عايزه تلعب. فترات مع اجهزه فنيه تانية يعني بدون ذكر اسماء، لا الموضوع ما كانش كده. انا كنت بروح التمرين ما كنتش ببقى مبسوط، عايز امشي، اللي بلعب بلعب واللي ما بلعبش خلاص مش فارق معايا. لا دلوقتي لا، كل الناس عايزه تلعب. كل الناس، انا حقي ان العب، حقي ان انا اشارك في بطوله، حقي ان انا اخد بطوله وانا بلعب. فدي من الحاجات الايجابيه اللي موجوده جدا. بتمنى لهم التوفيق بنفس التركيز. عايز اقول لهم انتوا عندكم انجاز تقدروا تحققوه بالبطوله العاشره، انك تلعبوا كاس عالم الانديه مره ثانيه، ودي حاجه مش اي حد هيعملها، حاجه فعلا تحسب لكم في التاريخ. بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يقدروا يسعدونا ويسعدوا جمهور النادي الاهلي باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد على وجودك معانا، ونتمنى لك يا رب دوام التوفيق. انت من الناس المحترمه اللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. شكرا يا كابتن، وسعيد بوجودي معاك النهارده، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل احمد عصام. عصام كان ليه لقطه غريبه جدا في وهي اللقطه دي كانت يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، ولكن كانت معايا انا تحديدا، لكن هنساله. واحمد مرتبط تماما بالسوشيال ميديا، هتكلم معاه في امور كثيره جدا تخص السوشيال ميديا وتاثير السوشيال ميديا خلال هذه الفتره. هل لها تاثير ايجابي، تاثير سلبي، ايه اللي بيحصل؟ هنتكلم مع احمد عصام بعد هذا الفاصل. هسيب حضراتكم مع فاصل، وبعد الفاصل هرجع استقبل احمد عصام.